بيروني خلي تقدر اشوف الحب واسلم عليه بالايد يا ريت تعرف اخلي الحلم يتكلم ولو تغريد ولما احزن يروح الحزن من قلبي في ضمد عين. هي ليست نغما واحدا منسوجا من فرح وحزن وشجن، بل هي أكثر من نغم، هي أنغام، أنغام التي تسافر في الروح وتستقر في محطة الوجدان، تجربة زهرة نشأت وكبرت وترعرعت في بستان فن وحملت الزهور إليها. أنغام، أيهما يحتل مكانا أكبر في قلبك وفي حياتك، باقة ورد ولا زجاجة عطر ولا مطلع غنوة؟ هما تلات اختيارات أحلى من بعض الحقيقة. باقة الورد بتديكي إيه؟ يعني منتهى التفاؤل والحياة والبهجة والحنية في نفس الوقت، يعني الحنية. صحيح، يعني دايما أحس إن الشخص اللي بيهادي حد بيحبه بورد ده شخص حنون جدا. جميل. وزجاجة العطر، انا بحب ابوس الورد على فكره، يعني بتبوس الورد؟ والله. يعني دايما لما يجي لي ورد والاقي شكل الورد حلو كده اوطي عليها وابوسها ببقى مبسوطه باحساسها على شفايفي كده. جميل جدا. وزجاجة العطر، يعني هي انا عندي ذوق خاص شويه في العطر. يعني عطور معينه احب العطور اللي طالعه من الخشب. من الخشب؟ زي ايه؟ يعني شبه مثلا العود. يعني الحاجات اللي جايه من الاشجار، العطور اللي جايه من الاشجار يمكن اكتر من اللي جايه من الورد. سبحان الله، كانك يعني بتحبي العطر القادم من بطن الطبيعه. ممكن جدا. ممكن جدا. واضح، لانه العود من الخشب. صحيح. خشب من الارض. صحيح. مطلع الغنوه. لا، ده بقى حياتي، لانه بفرح جدا لما بلاقي فكره، يعني الاقي حد صايغ فكره بشكل ما سمعتوش قبل كده. بحس ان دي هديه وجات لي او رزق وربنا بعتهولي. رزق. طبعا، يعني الغنوه، فكره الغنوه الجميله بالنسبه لي رزق. بالنسبه لي رزق طبعا. طبعا. لانها كان ممكن تروح لحد غيري. صحيح. فانها جات لي انا بالتحديد وتكون جديده، يعني يكون حاجه ما حدش اتكلم فيها او صياغه مختلفه. نعم. بالنسبه لي طبعا رزق. نعم. اكيد. مين من اصدقائك القريبين بيبعت لك ورد من حين لاخر؟ يعني مش لدرجة من حين لآخر، بس في المناسبات. في المناسبات طبعا. في صديقات يمكن أكتر من الرجالة. عشان عارفين يمكن إن أنا بحب الورد. يعني في صديقة ليا بعتت لي ورد من لبنان مثلا، صديقتي من أقرب الصديقات يعني، ست بحبها جدا وهي شاعرة، هي لبنانية. نعم. كاترين معوض. كانت لسه في عيد ميلادي بعتالي ورد ابيض وكنت فرحانه بيه جدا، يعني فرحت ان هي فكرت انها تبعت لي ورد. جميل. انت بتعرفي، بتفهمك اكتر في لغه الزهور؟ يعني لاحظت انك قلتي بعتت لي ورد ابيض جميل. يعني انا حاسه ان ده شبه يمكن هي شايفاني ازاي، شبه يمكن هي روحها ازاي، هي تحب تهادي بأنهي شكل، عارفه ده وقعه ايه على الصديقه او الصديق. انت شخصيا لما بتهدي ورد لحد بتكتبي بخط ايدك ولا بتكلمي ولا بتكلمي المحل؟ لا، وتقولي له ابعت. لا، لو انا اللي رايحه بنفسي لغايه المحل طبعا بكتب ايدي. انما لو ما يعني ما عرفتش اعمل كده، ظروف ما سمحتش ان انا اروح بنفسي بقى، فتملي الكلام. والراجل يكتب. بيبقى كلام بقى تقليدي جدا، او يعني جمله كل سنه وانت طيب، الجمل التقليديه. انما لو انا هكتب بايدي بكتب من قلبي. اكيد. على قبر من تضع انغام باقه ورد من الفنانين العظام؟ ممكن اقول اكتر من اسم؟ تفضلي. يا ريت.
عشقي اللي هو لا يعني اللي ما بيبطلش ابدا او ما بيروحش ابدا من قلبي استاذ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب طبعا. الجميله سعاد حسني الله يرحمها. وعمي عماد الله يرحمه عماد عبد الحليم. عماد عبد الحليم. هو عبد الوهاب انت يعني عشتيه وهو في ايه؟ كان ملحن ولا المغني؟ الاثنين. الاثنين يعني انا وعيت عليه ملحن ومغني. نعم. الحقيقه عشقته في الاثنين لان هو له علاقه يعني قريبه قوي بيا بالاثنين. ان انا ما شفتش بصراحه ولا ما سمعتش يعني حد في الكون يمكن اللي انا سمعته والناس اللي بتغني في الكون كلها بتغني يعني مش بس الحلاوه دي النقاء ده اللي بيسموه ايه السلامه يعني صوت سليم ما بيغلطش وشيء عجيب وبدون فزلكه يعني وبدون صعوبه في نفس الوقت يعني ما بتوصلنيش صعوبه السلامه يعني قد ايه هو سليم بس باذل مجهود الله هو مش باذل مجهود خالص. صحيح جفنوه علم الغزل تعتبر من الالحان الصعبه عند استاذ عبد الوهاب بالتحديد؟ لا ممكن يكون في اصعب عند استاذ عبد الوهاب في اصعب. كروان حيران صعبه؟ لا انا كنت حفظت له حاجه زمان وانا صغيره شويه يعني حفظت حاجه اسمها مقادير من جفنيكي حولنا حاليا قصيده عجيبه شويه ومش من الحاجات المشهوره بتقول ايه لو سمحتي؟ بتقول المقادير من جفنيكي حولنا حاليا فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليه. اللحن صعب قوي يعني صعب لدرجه انه عايز مذاكره يعني مش مجرد انك تسمعه فتحفظه. انا من النوع اللي بيحفظ كويس بيحفظ بسرعه بس اللحن ده ما حفظتوش. طب فكريني باي حاجه لعبد الوهاب. اغني لك حاجه يعني؟ يا ريت. مقادير من جفنيك حولنا حاليا مقادير من جفنيك حولنا حاليا فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا نسي للأسف نسي للأسف نسي. شوفي فتفوتة لكن نقلتيني الى زمن عبد الوهاب. للاسف ناسيه شويه لان بقالي كتير ما غنيتهاش يعني مفيش بيني وبين نفسي الغنى ما غنيتهاش بيني وبين نفسي كتير بس يعني فاكره منها جمل في الكلام عجيبه يعني حتى انا برضو ناسيه للاسف مين اللي كاتبها لان انا مع عبد الوهاب بالتحديد كنت بركز قوي هو بيغني ازاي بياخد النفس فين بي بي بيطلع اللفظ ازاي من 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 بقه ازاي بياخد الايقاع وينزل بيه يعني حتى لو الفرقه بتلعب بسرعه معينه هو بياخد الايقاع وينزل لحد ما هم يتبعوه ففي امور كده استاذيه كده عنده صحيح كانت يعني مهمه قوي بالنسبه لي انه اتعلمها. اذا يثبت فعلا اللي قاله عبد الوهاب يوما ما لا يخرج صوت جميل من فم قبيح. والله حقيقة. اكيد يعني هو حقيقة. اكيد عنده يعني اكيد عنده شوف كتير في الدنيا يعني شاف حاجات خليته يوصل للعباره دي. انغام فيكي حاجه من نبات الظل؟ مش عارف يا استاذ مفيد سؤال عجيب قوي. احتياجاته قليله نقطه 2-3 ما يحبش الشو قوي صح لازم يدخل له الضوء ويدخل له الهواء صح لكن قابع قانع عرفت عبر؟ طبعا طبعا انا فهمت دلوقتي نبات الظل. انا مش كمال التعدد ولا صفر
صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير تقال أنا مش كمال التعادل ولا صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير تقال أنا ببساطة تختاري كلمات أغنياتك إزاي؟ زي ما قلت لحضرتك في البداية كده أنا بفرح بالفكرة يعني الفكرة الجديدة تفرحني قوي الصياغة الجديدة لأنه الحقيقة إحنا يعني عشان نكون واقعيين ما نكونش بقول كلام مش حقيقي يعني إن إحنا بنلف في المواضيع يعني إحنا لسه بنتكلم في الحب طول الوقت. أنا الحقيقة واقف عند كلمة الصياغة الجديدة كلمة صياغ دي عجباني معنى الصياغة لكن الصياغة بمعنى ايه؟ يعني اديني مثلا يعني هقول لحضرتك قصدي انه مثلا احنا من يوم ما اتخلق الغناء احنا بنتكلم في الحب نعم بس كل واحد بيصيغ الحب بطريقة كل واحد بيقول مثلا مشكلة الحب ومشكلة الفراق بطريقة نعم بصياغة نعم كل واحد قال مشكلة الخيانة حتى بطريقة لو بنطرحها في اغنية بيصيغها بطريقة مختلفة صحيح ففي حد بيقول من وجهة نظر أو من زاوية معينة وحد تاني بيقول من زاوية تانية حد بيشرح بيوصف مشهد حد بيقول فكرة جواه يعني جوانية قوي فيعني ده قصدي بكلمة الصياغة يعني إنه كل حد بيصيغ بطريقته أو يعني زي ما بيحصل مثلا في المزيكا ما هي المزيكا 7 نغمات هنجيب منين مزيكا يعني هم من الدول السي وبنرجعهم ما فيش مزيكا جديدة هتدخل بس كل واحد بيطلع إيقاع جديد كل واحد بياخد المقام ده من 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 حتة مختلفة يغنيه احنا برضو في 7 نغمات نفس الشيء بس صياغة اللحن ازاي او تنفيذه شكل تنفيذه هقولك انه في مطربة ناجحة يعني اعرفها قالت لمؤلفها ومؤلف قريب منها قوي قالت له انت عارف كل احوالي وملم بها اكتب غنوة تعبر عن النار اللي في قلبي وكتب الغنوة والشاعر قال لي انها لما غنتها تقريبا كانت صرخة قلب أشبه بشيء اسمه النزيف الروحي عارف لما حد بيتفتت كده أشبه بالنزيف الروحي هل الشاعر من الممكن أن يكتب بمحبرة ألم؟ ألم وجع يعني؟ نعم طبعا لو هو يعني ممكن يكون في الحالة دي يكون صديق مقرب يعني ممكن يبقى الشاعر ده صديق طبعاً مقرب طبعا بيقول لها انت بتعرفي بتقول له انت بتعرف كل احوالي فتقدر تشتكي له فيقدر ياخد منها يعني ويصوغ طبعا طبعا ممكن طبعا ممكن النموذج ده انت قربت يعني قربتي منه من النوع ده انا يعني اكيد حصل يعني اكيد اولا اسالك ضحكت ليه يمكن عشان انا مش شخصيه شكايه شويه يعني انا مش من النوع لو جوايا وجع ما بعرفش اروح اقوله لحد انت كتومه شويتين يعني انا اتمنى اعمل زيها يعني ان انا اقدر اشتكي له قوي وجعي كده فيكتب انا ممكن انا اكتبه اسهل لي بنفسك بس مش هكتبه شعرا يعني مش هكتبه غنى بصراحه يعني هكتبه خواطر او هكتبه يعني
فضفضه على الورق عشان بس يخرج اللي جوه يعني. صح. عشان ما بقاش موجوعه لدرجه انه باين نعم. عليا لان نعم. دي مش سهل عليا نعم. مش شخصيتي يعني. حضرت مناقشه بين كمال الطويل وسعاد حسني وهي بتغني وادي تقيل، فحذرت معاه وقالت له كمال انا مطربه، قال لها لا انت مؤديه بس. يا نهار ابيض. انا مش موافقه الكلام. فهي اتعذبت زعلت ليها حق، وقالت لي مفيد هو صحيح انا مؤديه؟ قلت لها ما فهمش انا بسمع بس كل اللي بتقوليه. بس هي مش بتطرب حضرتك سعاد حسني؟ يعني في بعض الاغاني ممكن جدا انها تطربني، لكن تبقى مطربه يا فندم. لكن مش مطربة. مش بالضروره. فانا عمرها ما اطربتنيش يعني، عمرها ما في حاجه نطقت بيها سعاد حسني غنيتها وما اطربتنيش بصراحه. انا بشوفها من اهم المطربات. ما اعرفش ليه انا اقدر اقول لك انها بتسعدني. انما اضطرب حاجه تانية. ليه اضطرب حاجه تانية؟ ليه؟ لانه صديق الموعود بالعذاب لما يقول موعود انا احس ان انا على موعد مع إبحار في القلب والعقل والروح. صديقي الموعود بالعذاب لما يقول تخنوا أنا أستشعر أني أمام حالة نفسية بتاخدني معاه. طب وما سعاد حسني قالت بانوا بانوا على أصلكوا بان؟ تساعدني. لا يا فندم أنا بأسعد بكتني. أنا بكنزل دموعي. خلينا أقول لك مشاعري أنا عشان كده عايز أسألك إيه الفرق بين المغنية والمطربة والمؤدية؟ انا ما عنديش بصراحه في وجهه نظري المتواضعه جدا. اتفضلي ولازم احترمها. ما عنديش فروق. ما عنديش فروق. انا بعتبر نفسي مغنيه مطربه مؤديه كده. لانه في مغني ما بيأديش، بيغني كويس، بيغني نغمات كويس بس لا يؤدي. وفي مطرب ما ينفعش، قصدي يعني، او ما ينفعش المغني ما يبقاش مطرب. هو انا المغني هو تحتيه بقى يعني، هو المغني ده بند تحتيه انه لازم يكون مؤدي ويكون مطرب. صح تمام. والمغني ممكن يكون مغني بس ما بيطربنيش، بس بيعرف يغني ما اقدرش انكر، ولكنه يعني لا يطربك. ولكنه لا يطرب. فاهمين الطرب او اداؤه ما بيوصلنيش. فاهمين الطرب عندك معنى ايه؟ انا بشوف ان هو معنى الصلاله. لا انا مش ده المعنى بالنسبه لي، مع احترامي طبعا للناس اللي بتشوف كده حقهم. يعني في ناس بتشوف ان اللي بيقول يا عيني بيفقع يعني الليل والعين وبقوه ويطلع ويصول ويقول في النغمات والعالي والواطي انه ده طرب. انا ده بالنسبه لي ابهار. ابهار. الابهار حاجه والطرب حاجه والطرب تانية. بالنسبه لي انا مش عايزه الطرب زي ايه يعني، يعني زي عبد الحليم حافظ. زي عبد الحليم حافظ. يعني زي سعاد حسني. نعم. زي فايزة احمد. ما فيش الفتونة، ما فيش العفونة في الغنى، ما فيش يعني ما فيش العضلات في الغنى، بس في وجع قلب، في شجن. يا سلام. في ان دموعي تنزل، في ان جسمي كله يقشعر. يعني في اداء. عبد الحليم حافظ مطرب مؤدي. مغني مؤدي جدا يعني، لما بيفتح عينيه ما اعرفش ازاي هو بيقول الكلام، لما بيغمض ازاي، لما يقولها ازاي بالراحه كده ومن قلبه من غير اي فتوانه، بس بتروح جايه جوه قلبي خبطاني كان يعني عربيه دخلت في قلبي. وهو بالراحه خالص، هو ما يعني هو ما زعقش، ما زعق من غير فتوانه، من غير فتوانه. فانا بشوف ان ده اداء وطرب. لانه مغني يعني خلاص، مغني دي معانا يعني، مغني دي مش هنتكلم فيها، هو لازم يكون بيعرف يغني عشان نسميه مغني. يطربني بقى. في مغنيين جامدين جدا يعني، اقوياء جدا واصوات قويه جدا، هم بيفتحوا بقهم على الميكروفون تحس الميكروفون هيطير. بس تبقى قاعد يعني عامل كده من قوه الصوت. قلت الميكروفون هيطير. لان بيبقى ما شاء الله حجم الصوت اللي خارج كبير جدا. بس مفيش حلاوه. لا تغيب عن عيوني، لا تغيب. لو تغيب تشتعلني رانشوقي وانتهي مثل الحريق. لا 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 تغيب عن عيوني، لا تغيب. لو تغيب
انتنى الالم واحزان الوداع قبلك انت كنت نادى في دوام الضياع بعدك انت بعدك انت قلت انا الالم واحزان الوداع الوداع حين حدك قول اجل حدك حين حدك قول اجل حدك عن عيوني لا تغيب خليك قريب 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 يا حبيبي لا تسد ولا لا 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 عن عيوني لا تغيب لا تغيب تشتعل نيران شوق فنانة نجات قالت لي مرة إن هي يوم يبقى عندها حفلة ما بتفتحش بقها أبداً وإنها تقريباً كل التصرفات كل الأقوال كل الكلام في البيت بالإشارة وقالت لي إن أنا اضطريت في بعض الأحوال أجيب لوح ارتواز وتباشيرة وأكتب لكن بريح الحنجرة تماماً فأنا قلت لها أنا حاسس إن دي فيها درجة من المبالغة يعني قالت لي لا بالنسبة للمطربة كده. بعدين قالت لي ايه هو صاحبك بيتكلم يوم بيغني قلت لها بيرغي لغايه الفجر بس بينام ينام كويس ينام كويس وعبد الحليم كان ينام نوم جيد يعني فقالت لي انا ممكن اريح حنجرتي جدا لكن ساعات نومي قليله قلت لها ليه قالت لي قلقا نغومه بتتصرف ازاي وعلى فكره نغومه دي انا ما كنتش اعرفها ابدا لكن سمعت والدتك لاول مره في التليفون بتقول نغومه فقلت لازم ادلعك واقول لك نغومه اتفضلي انا هقول لحضرتك انا عندي الاثنين يعني الحاجتين بستعملهم ان انا اولا ما يجبش يعني ان انا انفعل قبل الغنى يعني صوتي ما ينفعش مثلا اقعد في مكان اولا فيه تدخين خالص بالمره ولا انه اقعد في مكان مثلا اضطر ان يبقى صوتي عالي فيه يعني مثلا اخرج مع اصحابي ونبقى قاعدين في مكان فيه مزيكا عاليه فاضطر عشان اتكلم اللي جنبي صوتي يعلى مش ممكن ده ممنوع ممكن. قبل الغنى باسبوع يعني تمام تدخين ممنوع خالص مبدئيا انت عمرك ما دخنتي في حياتك لا الحمد لله نعم والنوم لازم انام كويس بس لازم اتكلم شويه قبل ما اغني يعني ما ينفعش اقوم من النوم اغني تتكلمي بمعنى او اقوم من سكات يعني بمعنى اسخن شويه صوتي تسخني يعني يعني ما اخشش الاستوديو بارده او ما اطلعش على المسرح صوتي بارد دي طقوسك الشخصيه لازم اسخن شويه تمام لانه مش كويس يعني لانه بدل ما الجمهور ياخد وقت معايا لغايه انا ما صوتي يسخن يعني هو ما ذنبوش حاجه طبعا ومع ذلك برده بيحصل ان لاني يعني ببقى متلجه اول ما بطلع قدام الناس فصوتي بيبرد قولي لي النحنحة عند محمد عبد الوهاب ايه دي معلمة هو يعني ما بيتنحنحش بالطريقه بتاعتنا اللي فيها جرح الزور دي هو بيحرك بس الهوا كده في صوته ازاي من فضلك تلاقيه يعمل حركه كده ايوه ما فيهاش ان الـ الاحبال الصوتيه تخبط في بعضها يعني ما فيهاش دي مفيش كده دي مش كويسه فعلا يعني مجرد بس يعني ينطر الهوا كده في زوره عشان لو في حاجه مضايقاه تتنطر بالهوا مش بالحكه مش بالاحتكاك الاحتكاك مضر للاحبال الصوتيه جدا جدا انا اصلي عندي حادثه في صوتي حصلت زمان يعني مرتين حصلت لي ايه حصل لك ايه ودكتوري ربنا يديله الصحه يا رب ويكرمه دكتور ماجد الشناوي هو اللي علمني لما يجي لي العرض اللي بيحصل لي ده اتصرف ازاي كان ايه من فضلك العرض؟ كان اني فقدت صوتي مرتين في حياتي فقدت صوتك مرتين؟ مرة وانا صغيرة قوي كان يمكن سني 17 او 18 سنة
كان السبب؟ كان السبب جالي فيروس وطلع لي زي نتوءات حبوب على أحبالي الصوتية ورمت جدا يعني تضخمت وسدت لي صوتي، يعني صوتي ما بيطلعش خالص. دي مرة. مرة تانية؟ وألم، ألم رهيبة كانت طبعا. المرة التانية جالي حاجة برضو كان نوع برد، يعني هو شكل من أشكال الفيروسات يعني، وللأسف أنه بيجي لي في الحتة اللي هي كلي نعم اللي هي المنطقة الحقيقية جواكي كياني يعني الحتة اللي أنا بسببها في حاجة. تمام تمام تمام. فالمرة التانية كانت أصعب من الأولانية. نعم. هو حتى الدكتور كان زعلان عليا قوي تاني مرة دي، لأنه يعني كان عندي حاجة زي قرح طلعت، وكان ألام رهيبة جدا، ما كنتش بقدر أبلع ريقي، ما بقدرش أشرب ولا أكل ولا حاجة خالص. وقعدت فترة طويلة في المستشفى بتعالج بمطهرات معدة وحاجات كده، حاجة اسمها فلاجيل، وكانوا بيدهولي في الوريد. تمام. حاجة تمام. يعني قاسية جدا. فتعلمت إنه إيه كان كل مرة شمالي. يعلمني زي مدام نجات ما بتقول ده مقفول خالص، صمت بالورقة والقلم، حتى لو عايزة تدخلي تواليت عايزة حد يساعدك بالورقة والقلم. مفيش كلام لمدة 15 يوم، بمعنى مفيش كلام. نعم. وفي حاجات هو كان بيديني حاجة زي اسمها صبغة الجاوي، بشمها أدوبها في مية سخنة جدا واخد البخار بتاعها. كلها مطهرات للجيوب الأنفية وحاجات كده بتدخل من هنا، ما فيش حاجة بستعملها من بقي خالص. هل ده يعتبر أمراض المهنة؟ هي يمكن معرفش، يمكن حساسية زيادة، يمكن أنا المنطقة دي حساسة زيادة، فلما بتعب البرد بيجيلي فيها. طيب عفوا، أنا لا أغني وصوتي منتهى القبح، بس لا يا فندم مش كده، لا صوت حضرتك مميز جدا. ومرة بدأت أغني، يعني مش أغني، يعني قعدت أقول كده حاجة كده دندنة بتاعت يا شارع الضباب، لقيته قال لي اخرس. فانخرست الى الابد، لم اعد يعني اغني. لكن اللي جالس امامك ده عمل عملية خاصة بالاحبال الصوتية، لعلها من الاداء. انا اكتر من 30 عاما حضرتك شغلتك بصوتك برضه، وانا مع الميكروفون طبعا. وبالتالي كان هناك خوف من حاجة اسمها حويصلة على الأحبال الصوتية. قد عشت 20 يوما أشرب بمصة ولا أتكلم واشتغل باليد، إلى أن عادت المسائل. وكان أول نصيحة للدكتور لا تجلس وتتكلم في أماكن عالية الصوت. نعم، هي دي النصيحة بالضبط. ولا دخان ولا صوت عالي أثناء الكلام.